تسعى الميليشيا الحوثية جاهدة لاختراق خطوط الدفاع في أغلب جبهات القتال في تعز، حيث تشهد الجبهات تصاعدا ملحوظا وتنوعا في أساليبها، بدءا من تنفيذ عمليات التسلل المتكررة مرورا بالقصف الذي تعرضت له معظم مواقع القوات الحكومية، وصولا إلى التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع، مع استمرار أعمال حفر الخنادق بالقرب من مواقع القوات الحكومية شرق المدينة. هذه الميليشيات دائما هي ما تحدث عملية التسللات من قواتها والطيران أيضا المسير والقصف الممنهج لمواقع قواتنا، لكن قواتنا كانت في حالة استعداد كامل وفي حالة جاهزية وفي حالة يقظة. حدثت هذه التسللات في جنوب شرق مدينة تعز في منطقة الشقب، حدثت هذه التسللات أيضا في الأربعين، وحدث هذا التسلل في منطقة الدمينة شمال وغرب المدينة. لطالما ظلت العديد من أحياء المدينة خطوطا ساخنة في الحرب، حيث تعرضت لعمليات قصف وتدمير واسعة النطاق من قبل الميليشيا الحوثية خلال السنوات العشر الماضية، ما خلف جروحا غائرة لم تلتئم بعد. ومع إعادة فتح المنفذ عادت آمال السكان في العودة إلى حياتهم الطبيعية، إلا إن سرعان ما تحولت هذه الآمال إلى مخاوف مع تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية. الناس البسطاء وعموم أبناء تعز استبشروا الخير والأمل بفتح هذه الطرقات، كانها أتت في أيام العيد المبارك، وكان هناك الأمل لحدود كافة المواطنين بأن الأمور أصبحت الأفضل، لكن اتضحت أن الميليشيات لها أهداف خاصة، استغلت عواطف الناس ورغبة الناس بفتح الطرقات وتخفيف المعاناة، والآن في ظل الهجمات الحوثية في بعض المواقع واختطاف بعض الطائرات الحجاج في مطار صنعاء تبددت الآمال لدى المواطنين. الكثير يستغرب سرعة فتح الطريق، كذلك الهجمات المستمرة على الجيش الوطني، محاولة التسلل في أكثر من موقع ينبئ بشك بنوايا ميليشيا الحوثي، كذلك لا نجد أن هناك ضمانات دولية أو أمومية فتح الطريق، وهذا ما يزيد المخاوف عند الكثيرين أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي هو مخطط مستقبلي تريد أن تنفذه. في الوقت الذي فتحت فيه الميليشيا طريق جولة القصر الكمب، فإنها تنفذ على أرض الواقع أعمالا عسكرية مكثفة، ما يشير إلى أن هدفها قد لا يكون أكثر من مسرحية لكسب الوقت وتضليل المجتمع الدولي. يظهر سلوك الميليشيا الحوثية المتناقض بين التصعيد العسكري المتواصل في تعز وبين استعدادها الظاهر للتفاوض عجزا واضحا عن الوفاء بالتزاماتها، وأمام هذا التناقض أصبح من الضروري إجبار الميليشيا على الوفاء بالتزاماتها والانخراط بجدية في عملية السلام. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.